أريد أن أمر على الوثائق. تتحدثون أو تؤكدون بأن أنكم رقمنتم ما يزيد عن 5.5 مليون وثيقة. هل هذه الوثائق التي تم رقمنتها جميعها موجودة عند القضاء العراقي سابقا أم تم إضافة وثائق جديدة من قبلكم؟ وهل ستؤثر هذه الجديدة على سير التحقيقات؟ كما ذكرت نعم وكما أشرت نعم فهذا الرقم هو صحيح. أكثر من 5 ملايين وثيقة موجودة مع السلطات العراقية، لكننا كفريق تحقيق نوفر لهم الدعم ونشارك معهم خبراتنا والتجهيزات الضرورية مع السلطات العراقية ولا سيما القضاء العراقي. هذه الوثائق هي بحوزة السلطات العراقية ولا سيما القضاء العراقي، لكن بما أنه تمت رقمنتها الآن يمكن استخدامها في المحاكم، لكن لدينا نسخ من تلك الوثائق، وهذا هو الأمر المهم هنا، أن هذه الأدلة بمجموعها لدينا نسخ منها، لكن هذه الأدلة متاحة للتحقيقات والمحاكمات في العراق بطريقة ما. نحن كما قلت ننتظر التشريع المناسب لكي نبدأ هذه العملية، وكما قلت فنحن نشرع بعمليات بناء القدرات مع السلطات القضائية في العراق، وأعتقد أن المحاكم جاهزة للشروع في هذا الأمر.